اكيد انه يكون هنايا حوالي الثالثه او الرابعه مساء يكون عندنا عتاد اخر عتاد اصلب عتاد اللي هو يمكننا باش نكمل مهرجان تيكات. طبعا فيها بعض القانون كما نقول بعض الترتيبات دي ريغلاج بالنسبه للبرنامج، ف يعني 80% من الفنانين اللي كانوا راح يكونوا في الحفل تاع البارح سيكونوا في الحفل تاع هذا اللي نقدر ناكد يعني كسؤال اخر نشوف هذه الوقتين. لا لازمنا لكن يعني عندنا خبرة في الميدان هذا ونقول عندنا خبرة وسنوات وكذا، ف نفضل هذا رأيي، ولكن بعد جزء من النبض تاع العديد من فالكلوتور حاجة والوفيرتور حاجة. أنا نظن اللي ما شفناه في الوفيرتور راح يتعاود اليوم، لأن كثيرين الناس اللي ماذا بهم يشوفوا خاصة اللوحات اللي قدمها سي فوزي إبراهيم، فالأمور اللي قادرة تبدلها فهي اللي تجي الأمور اللي تأتي الفنية، الأمور الفنية اللي تأتي بعد العرض الاستقرار أو الإيفنت الباني اللي شفناه. ف لا كوتور تبقى هو الفلاحيه هي اللي تكون فيها فلربما بعض التبديلات بتاعتنا. ما يخفاكش انه يجيك مغني او فنان او فلربما عندي حفل اخر في مكان اخر، فلازم احنا نرتب هذه الامور ونحاول انه الفنانين اللي جاوا باش يكونوا في هذا الحفل يكونوا في اليوم في الحفل تاع اليوم باش يكون عندنا افتتاح ثاني، وبطبيعة الحال عوض الاختتام يكون يوم 31 جويليه سيكون اول بوت باش نبقى دائما